شلونك ابو رسل؟ الله يسلمك. شنو اخبارك؟ والله الله يخليك. ما ادري تعبان شنك؟ انا تعبان، شوفني بعينك تعبان، كلامك كله تعبان، ما اقدر. شنو تعبك؟ مريض. ايش عندك؟ كله. كله؟ اي والله كله. وشلون هسه؟ راجع سنتين انا بالفراش، يلا صرت شويه زين. هسه على الدواء ترى؟ اي والله على علاجات. شلون تطلع تشتغل؟ ما اشتغل ولا اطلع، امشي بسياره وارجع بسياره. ما تقدر؟ ما اقدر كل شيء والله. كل شيء ما اقدر ابدا، كفيلك الله. شو يقول لك هسه الدكاتره؟ كله. علاجك شنو؟ علاج مال كله. لا علاجها مثلا شنو؟ ضل هيك مثلا عمليه كل. لا لا ليش ليش اسوي هالعمليه؟ انا عشت قوه. هاي عيالك ذولا؟ اي والله ذولا عيالك. بيتك ايش بيه؟ بيتي هاي الموجود طب لي وشوفه. اكثر شيء ضوجك؟ العود. والهم. ايه. لا اذا اعطي ماكو خبزه منين اعطيهم؟ خبزه ماكو؟ والله نوبات على التغذيه. واذا ماكو تغذيه؟ رب العالمين ما ترحم. ولو حيلي عندي وما مريض اقدر اشتغل عماله، اشتغل غير مكان اعيش. ايه. بس الى انا ما اقدر كفيك الله بالصبح ما اقدر اقوم. الصبح ما اقدر؟ اي امشي على الحبايه هاي اللي بجيبي قلت لك بيه. واذا ماك حبايه؟ ما اقدر امشي من هنا اوقف. الحبايه بيش؟ بجيبي وين ما امشي وايا براي. هي شنو مسكن؟ مسكن ما لا لا. زين شلون دبر فلوس العلاج؟ والله من الواد الله يكون بعونك ابو رسل. والله لا انا ساعات اكرم حتى نعال حذاء ما جايب له حاله لونه لابس ماكو شيء يريد بس ماكو. تكرم نعال وحصل؟ اي والله ما عندي كفيلك الله ما عندي. لا لا وهذا بيت طب يشوف. قلت له حتى الحجيه تعبان عيونها ما اشوف ما اشوف ما اشوف قوه. شو هسه هاي مشكله حتى البيت كله علي. اي ليش البيت كله عليل. أيه. انت مريض ومرتك مريضه. اي أيوة والله هسه الاطفال شنو ذنبهم؟ ايش نسوي؟ ما عندك؟ ما عندي ما عندي كفيلك الله ما عندي. لو عندي اقول انا هسه من قلت لك قلت لك هذا الموجود بجيبي حجيت هي. شلون عمو؟ يا صفتي خامس؟ اليوم عندك مصرف مدرسه ولا لا؟ شوفين البنات يشترن؟ ها؟ الحانوت وانت عندك لو لا؟ لا والله هم ودك تشترين؟ لا 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 احنا ابو رسل جايبين لك اليوم معاش. اشكرك جزاك الله من وزاره العمل. الله يعطيكم الله يوفقكم. يصير لك راتب بعد. الله يوفقك ان شاء الله يسد عاستك. زين الله كريم. الله تفضل استاذ امجد تفضل. تعال تعال قدم مكان استاذ امجد. حاله ابو رسل تستحق ان شاء الله. اي شوفوا مستبسكاتك وين ابو عده هنا بالبيت. يلا جيبها على مود.